أما بداية حلقتنا لليوم رح تكون مع الإعلامي زكريا فحام، وأيضا فداء حمزة الوصيفة الأولى لملكة ملكة جمال الجنوب. واليوم رح نحكي مع زكريا بعد تنظيم حفل ملكة جمال العرب 2023 بمدينة إسطنبول التركية. شارك أيضا بتنظيم حفل ملكة جمال الجنوب 2023 أضواء على حفل الانتخاب والتنافس وبورتري فداء وحكايتها مع اللقب. أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا، وأهلا وسهلا فيك زكريا، ينعاد عليكم جميعا. وأضحى مبارك لكم ولكل مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا فيكم كمان. الجنوب طبعا له حصة كبيرة بالسياحة اللبنانية طبعا من أجمل المناطق، إن كان جبلا أو بحرا فينا نطلع على الجنوب ونقضي أيام وأيام بسور بصيدا بجزيان بمناطق كثيره. رح بلش الحديث معك زكريا، ملكة جمال العرب من اسطنبول انتقلنا على جنوب لبنان، شو فينا نحكي عن هذا المهرجان اللي صار؟ كيف صار التنظيم؟ كيف الفكره؟ بدنا نبلش من اسطنبول. احنا السنه الاولى كانت السنه الماضيه بال 2022 اجتنا الفكره نعمل مس عرب اوف اسطنبول، طبعا مرخصه من الدوله التركيه لكل شيء قانوني، وكانت اول مره بينعمل حفل جمالي بتركيا اذا بدك، الا باستثناء مس تركيش يعني اللي بيعملوها بعتقد مش كل سنه يعني، بس هيدا اللقب اول مره. والالقاب الثانيه اللي جاي على التوالي يعني عندنا مس اميجرنت، عندنا مس ايران وغيره وغيره، بس هيدا انعمل سنه 2022 والحمد لله نال اصداء كثير حلوه ونجاح كثير كبير، وكان إذا بدك على قد الثقة. هيدي السنة قررنا كمان نعمل سيزن 2 كمان مس عرب في اسطنبول، واللي فازت أردنية من الأردن رنيم كيلاني وجه لها تحية كتير كبير، وأخذت لقب مس توب موديل وأيضا لقب مس عرب في اسطنبول. طبعا اشتركوا بهذه المسابقة هن من مختلف الدول العربية، من فلسطين، من مصر، من الأردن، من العراق، من المغرب، من تونس، من الجزائر، من لبنان، من سوريا، كل الدول، لانه هن اساسا مجموعين وعايشين بقلب اسطنبول، مقيمين باسطنبول. وكان الحفل الحمد لله رائع. اسمحي لي هون وجه تحيه لكل القائمين على نجاح الحفل، ابتداء من شريكي خضر عبوشي اللي هو المخرج الحفل وهو شريك بهذا الحفل، وايضا الفنانه شيراز اللي كانت بلجنه التحكيم وادت وصفه فنيه رائعه جدا مشكوره، وايضا كمان الفنان عبد الكريم حمدان نجم عرب ايدل من سوريا كمان كان معنا. والتحية الأكبر لنجم إذا بدك تصميم الأزياء العالمي فؤاد سركيس اللي قليل نشوفه بلجان التحكيم، بتشكر أنه وافق وعطانا الثقة أنه يكون معنا باللجنة، أضاف قيمة كتير كبيرة للجنة، كان معنا موجود كمان إضافة إلى بعض الأشخاص إذا بدك الأعضاء المتخصصين بعلم التجميل والميك أب والشعر وإلى ما هنالك. فبقدر أقول لك أنه كان حفل كتير ناجح، وألف مبروك للأردن ولرنيم كيلاني من الأردن. من اسطنبول جينا على لبنان، كنا قبل ما نرجع لبنان خلينا نشوف حفلة التتويج. مس عرب اوف اسطنبول للعام 2023 هي رنيم كيلاني من الاردن. بالعمل يا علمنا الوصيفة مريم بري، ألف مبروك للأردن وألف مبروك لهالصبية اللي فازت بملكة جمال العرب بإسطنبول تحديدا مثل ما ذكرنا مع زكريا. بدي أنتقل هلأ لملكة ملكة جمال الجنوب 2023. اليوم معنا الوصيفة الأولى فداء، أكيد رح ناخد كل التفاصيل منها حول هذا الحفل، بس بدي أعرف منك عن ملكة جمال الجنوب. كان في كثير من الفنانين والشخصيات العامة والاجتماعية، كيف كانت فعاليات هالحفل؟ بس اسمحي لي نوه لشغلة قبل ما أنتقل الوصيفة الأولى أعطيها حقها. مريم بري، مريم كان عندها مشكلة، كان عندها مرض سرطان والحمد لله شفيت منه، وكانت حضورها كتير مهم. هون اسمحي لي تشكر كل النجوم اللي بعتوا لها سبورت فيديو ونعرض بالحفل، كان كتير حلو. وبالنسبة للنشيد اللي حطيناه والأغنية الأردنية، نحن كنا مجهزين لكل صبية موجودة أغنية خاصة ببلدها عشان اللي تطلع دغري نحط لها الأغنية تكون جاهزة. بالنسبة لمس جنوب، بلشت الفكرة أنا وصديقي وخي سعيد ظاهر صاحب شركة ميديا لاين، عمل لي اتصال قال لي زكريا أنا معروف سعيد ظاهر بتنظيم الحفلات من زياد الرحبين لمن حمزين أهم النجوم يعني،
قال لي بدي اعمل شيء غير حفل فني بالصيف يضرب يعمل شيء كثير قوي، والجنوب يعني بده شيء غير الحفلات. فقلت له يعني عم نحكي انا وياه انه ممكن نكرم رجال وسيدات الاعمال اللي عملوا شيء للجنوب اللي كذا وهيك. قال لي فكره حلوه بس ممكن ناجلها لبعد الصيف، بدنا نشيلها الصيف. قال لي عم فكر اعمل انتخاب ملكات جمال الجنوب، شو رايك؟ قلت له هيدي هي من 31 سنه عام 1991 توجت هيفا وهبي ملكة جمال الجنوب. كأنكم رجعتوا عملتوا إعادة إحياء الفكرة لملكة جمال الجنوب بهذا الحفل. رخصنا من وزارة السياحة، سجلنا بين حقوق الملكية الفكرية لأنه بتعرفي بلبنان ما شاء الله فكرة بتنتشر دغري، وبلشنا التنفيذ من شهرين. كنا كتير عم نستعجل وكتير عم نشتغل لأنه بدها كتير شغل الخبرية. وبلشنا ناخد نعمل كاستنج من الصبايا بمرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة ثالثة، إلى ما أنه كبرت الفكرة وكبرت كل يوم عم تكبر أكتر. يعني على أساس أنه مصغر الخبرية لما عملنا كاستنج للبنات صرنا بدنا نظهرهم، من بعد نظهرهم صار بدنا بعد بنات أكتر، من بعدها صار بدنا نجيب نجوم على السهرة على أساس أنه خلص أنه من لبنان وهيك. وسعنا أكتر، رح توسيعنا لمصر. وطبعاً تم دعوة النجمة اللي منحبها كتير فيفي عبدو اللي كمان كان حضورها سوبر رائع. يعني هو بجي تحية لزميتي ناسي السيد اللي عملت كل جهودها تكون موجودة، لأنه فيفي كانت ظاهرة من المستشفى وعندها مشكلة بالغضروف، ورغم ذلك أصرت أنها تكون موجودة لأنه بتحب الجنوب وبتحب لبنان. ففيفي عبدو كانت أعطتنا فكرة أنه كل سنة لحنا نجيب نجم من النجوم العالم العربي، ممكن هيدي السنة مصر، ممكن السنة الجاي أردن أو سوريا أو whatever. جاءنا من بعد أن بدنا نركب لجنة تكون قيمة. يعني رحنا على أسماء مثل فادي الخطيب نجم رياضي، نوعنا إذا بتلاحظي العالمية رابعة الزيات، جاءنا رحنا عند مازن معظم كممثل، رحنا عند كريستينا صوايا كملكة جمال الدول ونجمة شاملة، رحنا نوعنا بالأسماء، إن شاء الله ما أكون نسيت حدا هلا، إلى اختصاصيين مثل العادة بالشعر بالتصميم، هنادي عبود الوجه لها تحية كتير كبيرة، لأنه تعبت معنا من شهرين وهي تصمم فساتين الصبايا وفستان فيفي عبدو، فستان الإعلامية رابعة الزيات، وفستان نانسي كمقدمة اشتغلت كتير يعني، وغيرهم كتار. وهون قلنا من بعد المراحل بدنا نفكر بعد كيف بدنا نشتغل على الديكور، كيف بدنا نشتغل على نقل الحفل إلى ما هنالك، وكبرت الخبرية وصلنا على الحفل. بتذكر جملة قالها دكتور نادر صعب وجهه له تحية كتير كبيرة، وبعدها تختصر النجاح. قالها علنا يعني قدام اللجنة، قال حفل ملكة جمال الجنوب يضاهي حفل ملكة جمال لبنان. بعتقد هيدا عنوان بنلتزم الصمت من بعده ويختصر قدي النجاح كان كبير. الحمد لله ما كنا متوقعين صراحة، لأنه دايما كفيرست تايم بتقولي أنه بعد بدك هون بدك تعملي بدك كذا، وأكيد بنقول بعد بدنا أجمل، بس لما يكون النجاح حليفك من أول مرة. وبدي أقول شغلة كتير مهمة هون، أنه تحط عصب دوليب كتير والمبغضين والأحباب كتار حاولوا كتير أنه يفوتوا كذا يعملوا قصص، بس الله موجود يعني، والحمد لله كانت إيده معنا لا وصلنا لهذا المجال. رح نحكي عن المبغضين، بس خلينا نحكي مع فداء أول شيء. أول شيء مبروك اللقاء. خبرينا كيف تشجعتي أنت بنت، أكيد لازم تكوني من الجنوب لتشتركي بالمسابقة، كيف تشجعتي؟ كيف كانت الإكسبيرينس أوفر أند أول كلها سوا أنت والصبايا لحديث التتويج؟ أول شيء مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة الحلوة. كصبية مثلي مثل أي صبية كنت قاعدة على التليفون وكانوا هن عاملين سبونسرد للبوست، فقطع قدامي قام قلت أنه فكرة حلوة ليش لا، رجعت قلت أنه خليني أعمل لها أرشيف حتى على جنب ممكن أرجع أطلع عليها. قام قلت أنه شيء بخص الجنوب وعندي بعتقد المقومات ليش لا، أنه كل صبية عندها ثقة بحالها بالبنود اللي بتمتلكها وين مقدر بتقدر تكون موجودة. فقلت أنه بغار أنا إذا صبية غيري قدمت وشي بخص جنوب وهي جنوبية وهي تنوجد وأنا لا، فأنا حغار على جنوب كمان من الموقف لا قدمي يا فداء. فرحت قدمت وهيك موضوع ما بتعرفي جديته إلا لما تنوجدي بالحدث، فكنا مثل كأنه خطوات وعم نخطيها، بس بعدين صرنا مع أستاذ زكريا وماجدة ونانسي وعم نتشارك معهم التنفيذ والخطوات كيف عم تتطبق، صرنا بقلب الحدث وأكثر جدية، فصرنا تحت مسؤولية. بقاش صرنا نحن أنه لا صبايا عم بيقضوا وقت، لا في عنا أمور ما نطبقها، في أمور ما نتعلمها، في كتير قصص تعلمناها من هيدي
الاوقات اللي مضيناها ما كنا عارفين انه نحن عم نتعلمها. يعني انا بس خلصت الحفله انتبهت انه انا في امور وعيت لها من خلال مروري هذا الحفل، في امور انا حسيتها اول مره بحياتي من خلال مروري بهذا الحفل. فعن جد اللي بشارك بيعرف شيء نحن حسيناه. كنت عم اقول لاستاذ زكريا على الطريق انه انا قد ما مبسوطه السنه الجاي حكون عم بحضر صبايا عم بحسوا شيء انا حسيته. قلت يا ريت ما خلص الوقت، صدقا يا ريت ما خلص، انه بسرعه هيك لمحه بصر انه عن جد نحن امبارح كنا هون، عن جد صار هيك، عن جد كذا. كانت تجربه حلوه لك فداء، واكيد لكل الصبايا اللي شاركوا بمس جنوب. على كل انت ناعمه وحلوه، والف مبروك انك حصلتي على الوصيفه الاولى. زكريا سبق وذكرت انه مثل كل حفل بينحط شوي عصب دولي بهي كلمتك. صحيح. بدي اعرف منك شوي، انا هيك سمعت لانه كنت معزومه على مس جنوب بس ما قدرت اطلع ليلتها، انه حصل شويه خلافات اعتراضات كما يحصل في اي حفل جماله، هل هالحفل كان فيه شفافيه وشو الخلافات اللي حصلت؟ لك انت بتعرفيني انت وكريم، انا زلمه جريء وبحكي الامور مثل ما هي. طبعا بملكات الجمال في محسوبيات، في تجارة، في بزنس. ملكة الجنوب كان أكثر من شفاف. أول شيء خليني فوت بالخطوة الأولى باختيار البنات. كثير اشتغلنا على اختيار البنات، كان في عدد كثير كبير، اشتغلنا على أخلاقياتهم، على ثقافتهم. عم بتشوفي هالإنسانة حدك بس هي و13 صبية، كل صبية مثقفة أكثر من الثانية. بس تحضري بكره على تي في الحفل وتسمعي اجوبتهم، مثل ما انا انصدمت انتم حتنصدموا. صدمنا صدمه ايجابيه طبعا مش سلبيه، لانه طبعا الجمال يكمل الثقافه والثقافه يكمل الجمال. شغله ثانيه، العصب الدوليب اول شغله من الجنوب بشكل عام، اجينا ترحيب واجينا احترام واجينا تقدير واهلا وسهلا وانفتحت ابواب، والجنوب اهل الكرم اهل الضيافه والاخلاق. ما 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 اجانا اعتراضات، وناس كثير تفاجات انه لا اجانا اعتراضات لا من الاحزاب ولا من السياسيين ولا الى ما هنالك، لانه عارفين بيعرفوا اصلا سعيد ظاهر مين، ابن جنوب من النبطيه، بيعرفوا انه عم يشتغل على مبادئ واخلاقيات ومحافظه على اهل جنوب. ثاني شغله، المعارضه اجت من اشخاص مبغضين اللي هن بعض الدخلاء على مهنه الاعلام، وبعض الدخلاء على تنظيم الحفلات، وبعض الدخلاء على تنظيم حفلات ملكات الجمال. ما بيقدروا بلبنان، لأنه بتعرفوا بلبنان ما بيقبلوا حدا ناجح إلا بدهم يقولوا إنه يكسروا فيها، إنه لا هيفا ما كانت هي صاحبة اللقب، من أخذ منها اللقب كانت فلانة، ما كانت ليش بلش يعني بتعرفي. هلا ما علينا، الصبايا أحلى من هيفا. لا هلا ما فيك، هلا ما حدا لايك أنا بالنسبة بكل صراحة هيفا أيقونة الجمال، وهيفا بنشوف نفسنا فيها، هي قمر لبنان. بس انا بشوف الجمال مع الاخلاق مع الثقافه، بشوف البنت باكج كامله، ونحن بنتشرف بجمال واخلاقيات بنت جنوب، وبنتشرف طبعا. وبعدين كل ببلش من محل طبعا، وبينطلق وبيكبر وبيصير مهم، يعني كمان حسب هو كيف يستغل هيدي الانطلاقه. صحيح. انت شو عم تدرسي فداء؟ انا بدرس علم نفس حيوانات. واو. اشتغل بعيادة بيطرية مع دكتور أحمد نحلة ومحمد حمية. براو. فهيدا اختصاص على جنب، وفريلانس موديل كمان كهواية. طيب. بدي أسألك، هيدي التجربة قلتي لي غيرت فيي كتير. صحيح. على صعيد الداخلي كمان، شو أكيد بتكون كمان فتحت لك بواب. أكيد. صح؟ إذا المينيموم، إذا بدي أحكيك بأقل له السوشيال ميديا، بتكون البلاتفورم عندك صار في عليه ريتش أكتر وكذا، صار في ضوء الضوء على هذا الاسم، فالناس بدها تقبل. What is your، يعني شو الهواية اللي بتحس إنه أنا بدي نميها؟ أوكي أخذت وصفة أولى، خلينا استثمر هيدا الشيء بهواية معينة أنا بحبها كتير ونميها وأكبر وصير مثل هيفا، مثل نوال، مش بالغنى، يمكن بالتمثيل، يمكن بالتقديم، يمكن بكتير. هلا كل سبيه بيكون عندها هوايه هي بدها تسعى انها تحققها، فانا هيدا اللقب وتقديمي على هيدا الاحتفال خلاني مثل انه استعجل بتحقيق اهدافي، لانه قلت انه استغلي تسليط الضوء اللي حيجي عليكي لحتى تبرز الشخصيه اللي انت بدك تبرزيها، زائد انه في اشخاص حيكونوا عم بيراقبوا انت شو بتعملي، ففرجيهم انه لا عندي انا محتوى، عندي شيء اعمله، في انتقادات عم بتكون، ففرجي هول الانتقادات انه لا خلينا نشقلب انتقاداتنا على انه ننوي الخير لهول الاشخاص، لانه صدقا عندهم محتويات بيقدروا يوصلوها.
فأنا أنه كمحتويات ما بوقف عند محتوى واحد اثنين ثلاثة، مثل أنه بتطلع شو في شيء عبالي أعمله وبلش أعمله، ففي أكثر من شغلة. بعتقد أنه حلو السبي يكون عندها أكثر من شيء تحب توصل له. في داخل ختاما معك، يعني بس بدي أعرف اليوم بعد ما حصلتي على الوصيفة الأولى، هل حيكون دورك مثلا بالمجتمع تعزيز دور المرأة أكثر وأكثر؟ أكيد أكيد، دور المرأة يعني لا يناقش فيه من باب تعزيزه. تعزيز دور المرأة هي مقسبة نفسها المرأة، يعني هلأ نحن بعصرنا المرأة مقسبة نفسها بدون منازع، يعني بدون ما يجي مين يقلها مقسبة نفسك، نحن بارزين ومقسبتين نفسنا، صارت اخذ حقوقها وأكثر. أنا بقول لهم تاخذ قد ما بدها، ولكن فينا نعمل أنه أمور تزيد من تعزيز دورها، مثل أمور تندمج لها هي تكون عم بتأثبت حالها أكثر وأكثر، تكون تقدر تمسك زمام قصص، تستلم قضايا. صح نحن منبدع ببيوتنا ومنبدع بكثير أمور، بس أيضا في عنا آراء وفي عنا وجودنا هون، وجودي معكم عم بعمل مقابلة مع صبايا مع أشخاص مثلهم بيثبت أنه المرأة إلها دور بالمجتمع. برافو في ذا، برافو زكريا. بالفعل صراحة زكريا من بعد ماركة جمال الجنوب صيفية عمراني عنا بلبنان، الحمد لله الحمد لله، كله الله يبعد لعيونك عن جد، كله مسكر، مطاعم، البيتش ريزورتس، الاوتيلات على الساحل وبالجبال وين ما كان، وكل المناطق من جنوبه لشماله وشرقه وغربه. خبرني شو جديدك من بعد ملكة جمال؟ هلا مثل ما عم تقولي ولعاني الصيفيه، يعني فبدي اقول معها عندي تقديم حفلات كثير، عندي تقديم كثير مهرجانات الحمد لله، وعم حضر لمس اميجرنت اوف اسطنبول، ملكة جمال المغتربات ايضا في اسطنبول. تنين منبلش البروموشن ينزل والتيزر، منبلش الجمعه اللي بعدها نستقبل الصبايا ككاستينج، وشهر 8 اخر شهر 8 بالحفل حيكون. طب بس ليه باسطنبول؟ لحظه، يعني بيروت معروفه عاصمه الجمال، عاصمه الثقافه، كلنا بدنا نعرف بدك بصراحه بدك تحكي بصراحه نعمل ملكه بعد الجمال بعد بلبنان. في مس فارماسي ما عملوا يعني يا الله. صراحه يعني انه لبنان خلص استنفذ يعني. انا مش ضد، انا بالعكس، انا ان شاء الله كل يوم في حفله انا موجود فيها، والله يبسطهم ويسعدهم، وان شاء الله لبنان يا رب اسطنبول يمكن تريتوار جديد. بس اسطنبول حفلات جديده، انتخاب ملكات جديده، تكريم رجال وسيدات اعمال عملته انا جولدن بزنس اوارد كمان، يعني جديد، وبتلاقي انه في كل العرب هنيك لانه موجودين هنيك عم بيلاقوا حدا عم يجي على اسطنبول يعمل لهم شيء يسعدهم ويبسطهم ويلاقيهم انه نحن في حدا تذكرنا. هو كان السباق انه يستثمر وجود العرب باسطنبول. باسطنبول بالضبط، مش خمس ست سنين يمكن ورايح يعني. زكريا فحام اعلامي وفداء حمزه الوصيفه الاولى لملكه جمال الجنوب 2023، اهلا وسهلا فيكم. شكرا شرفتونا. اسمحي لي وجه تحيه لسعيد ظاهر خيو صديق، والله يوفقه يا رب، عنده حفلات كثيرة، عاصي وفارس وكتار. وتحية لماجدة كانت معنا بالكرو أكيدة، وزينب وأستاذ علي وكتار يعني، وكل الصبايا، كل الصبايا بحبهم كثير. بدي أقول شغلة بس، اللي بيقعد مع الصبايا بالتور بيعرف نفسياتهم، بيعرف قد هن مثقفات، بيعرف قد هن بيستاهلوا يوقفوا على ستيج مس جميل. شكرا على وجودكم معنا والف مبروك مجددا لك في دار. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.